ورجعنا لكم بعد الفاصل الصغير ده. طبعا زي ما نويت في الاول الحلقه لما نجيب ضيف لازم نكون سألين عليه كويس جدا معانا، فبالتالي احنا قلنا ايه، نشوف حاجه جديده بقى كده ما طلعناهاش قبل كده. ما النهارده الحلقه بتاعتنا الفقرات بتاعتنا كلها جديده، جبنا الميك اب ارتست ما جبناهاش قبل كده، ودلوقتي معانا فقره جديده وكتير قوي بيدوروا في المجال ده ومش بيلاقوا حد يستفيدوا منه او يجيبوا منه من الاخر، وهو موضوع اليونيفورم. بتبقى في مصانع، شركات، مدارس بيبقوا عايزين حد، شركه تكون متخصصه موثوق فيها، الخامات بتاعتها تكون ممتازه، بيبقى عايزينهم يعملوا اليونيفورم بتاعت الشركه او المدرسه او حتى النوادي يعني. فطبعا فضلنا نلف كده لغايه ما لقينا رجل الاعمال استاذ محمد جلال. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. شركه فورمنت يونيفورم. فورمنت يونيفورم. يونيفورم في المنصوره. في المنصوره. تمام. الشركه دي مشهود ليها يا جماعه بالكفاءه وناجحه جدا ما شاء الله عليها، وسمعتها كمان سابقاها، لان على فكره لما تروحوا شركه او تجيبوا يعني من حد لازم يكون في ثقه او على الاقل السمعه بتاعتهم، لان لو حاجه كده صغيره طلعت من عندهم غلط، ماتيريال مش كويسه، فطبعا بتاثر كتير على مصداقيه الشركه. فالشركه بصراحه دي ممتازه، عملت يونيفورمز لناس كتيره جدا، وهنعرض دلوقتي طبعا الصور بتاعتها. بس قبل ما ندخل في الموضوع كده عايزين نعرف ايه بدايه الشركه بقى، كانت امتى؟ بدايه الشركه كانت في 2008. 2008. انا اصلا في مجال الملابس من 2001 ايام ما كنت في الجامعه. تمام. ابتديت في موضوع الملابس ده، انا كنت في كليه اداب، فطبعا كليه الاداب الواحد لما بيتخرج منها يعني الشغل بتاعها شغلها قليل، ففكرت في حاجه ان انا اشتغل فيها وانا في الجامعه. فلقيت مجال الملابس مجال كويس، اشتغلت فيه فتره، فجت فتره السوق الشغل الصيني نزل باسعار ارخص من اللي احنا كنا بنعملها في فتره من الفترات. تمام. فبدات افكر ان انا اعمل حاجه ما بتجيش من الصين وتبقى منتج محلي انا اللي اعمله. تمام. ففي مره انا كنت قاعد في كافيه فلقيت واحد واقف، فبطلب منه كوبايه ميه، هو مش شغال في الكافيه، هو زبون، هو عميل في موجود واقف يعني، فزعل جدا. فانا من هنا جات لي الفكره ان لازم الاستاف كله يبقى واقف، يبقى لابس يونيفورم بحيث ان ما تحصلش موقف زي ده. تمام. واي حد يتضايق بصراحه. حد بصراحه بيتضايق حتى. انا لما اكون واقف في محل ملابس او كده وحد يسالني هي دي بكام، انا ببقى تحس ان لا انا مش هنا، انا مش شغال هنا. تمام. وتلاقيه بيتكلم كده يعني. بس فمن هنا جات لي الفكره، وبصيت حتى حواليا في المكان اللي انا كنت فيه، فالتقيت مجموعه كافيهات كتير جدا، مطاعم، مستشفيات، فجات لي الفكره من هنا. بدات انفذ الموضوع، عملت عينات والحمد لله نزلنا بيها، عملنا شغل الحمد لله كويس جدا، والموضوع بدا معايا واحده واحده يعني. الاول كنت بعمل 12 حته، 24 لمطعم صغير، لكافيه صغير. تمام. واحده واحده الحمد لله الموضوع كبر، والحمد لله بقينا في السوق يعني، يعتبر احنا الشركه الوحيده الاقوى الحمد لله، من حيث الماتيريال، من حيث الاسعار، مواعيد التسليم الحمد لله. والحاجات دي لازم تكون يعني مواعيد التسليم، الخامات، المقاسات مظبوط، دي مهمه جدا، لان الستاف بيبقى له مقاسات معينه يعني، لازم الحاجه ياخدوها تلبسهم. ما ينفعش يجي اصغر، ما ينفعش يجي اكبر، يقعدش بقى رايح جاي كده، ياخد دقة. الحاجه يلبسها على طول. بالظبط، ياخد الحاجه يلبسها على طول، لازم يبقى في دقه في الشغل يعني. احنا كمان بنهتم بكل تفصيله العميل بيقولها، حتى لو صغيره، طالما هو طلبها يبقى هو محتاجها. حلو قوي قوي ان حضرتك تبقى متخرج من كليه وما تستناش بقى ان انت تدور على وظيفه ولا القصص دي خالص، وتشوف حاجه بتحبها وتشتغل فيها وتنجح فيها، بسم الله ما شاء الله يعني، وتنجح فيها لغايه ما وصلت حضرتك للمستوى المبهر اللي احنا بنشوفه ده، اللي الناس فعلا كله بتشيد فعلا باسم الشركه
وبالخامه، وعلى فكره والمقاسات دي برضو جات لي، طبعا حضرتك ما بتعرفش اللي هي جات لي شكرا كتير جدا في شركه حضرتك. الحمد لله فعلا، يعني ده من عند ربنا. الحمد لله. فحضرتك برضو بتوجه كلمه للشباب اللي هم مش مجرد اللي هم يتخرجوا من الجامعه يقعدوا ولا لا، هو الشباب لازم يشتغل. اي شغل يبتدي، في اي شغل هو حابب مجال معين تمام يبتدي فيه. واحده واحده ربنا هيكرمه، واحده واحده وهيوصل لاعلى المناصب فيه. ما يستعجلوش، واحده واحده. انما المشكله عندنا في الشباب بتاعنا انه دايما مستعجل، تلاقيه متخرج وعايز يفتح مشروع. تمام. طب انت هتفتح مشروع بناء على ايه؟ انت عندك خبره في المجال اللي انت هتفتحه؟ يعني انا لما جيت اشتغل في اليونيفورم في نقطه برضو نسيت اقول لحضرتك عليها. اتفضل. انا مجالي ملابس. تمام. شارب الموضوع كويس جدا وفاهم ملابس، من يعني 2008. ايه من قبل كده، من قبل كده يعني، من 2001 تقريبا. من وانا في الجامعه. عشان اخش في مجال اليونيفورم دورت على شركه يونيفورم ان انا اتدرب فيها، اعرف يعني ايه يونيفورم، اعرف يعني ايه جاكيت شيف، يعني ايه ابرون، يعني ايه مرياله، بتتباع ازاي، بتتباع فين. تمام. ما روحتش برضو مع نفسي، ابتديت ومع نفسي كده، لا رحت اتدربت وكنت شغال في الشركه زي اي حد في الشركه. خبرة. اخدت خبره، اشتغلت اكتر من حوالي من 6 شهور. تمام. لحد ما فهمت الموضوع كويس جدا وطلعت فتحت شركتي مع نفسي والحمد لله. فانا بنصح اي شاب ان هو عايز يشتغل في اي مجال يبتدي فيه يشتغل عند حد. صح. ما يفتحش الاول، ما ياما مشاريع فتحت وقفلت. بتفشل. عايز افتح محل خبرة. ملابس، انت عندك خبره في الملابس؟ ما فيش. يفتح ويقفل. يقول لك الملابس ما مش شغاله. لا، هي الملابس مش شغاله. مش العيب في الملابس على فكره. حضرتك اللي مش فاهم، مش العيب في الملابس. تجيبه منين وتبيعه لمين؟ تمام. يعني الموضوع محتاج، عايزين الصور يا جماعه بعد اذنكم. الموضوع محتاج خبره اكتر من اي حاجه. وعندنا برضو مشكله في العماله. اليونيفورم بتاع حضرتك دي حضانه؟ دي حضانه. تمام. الحمد لله شغالين مع المجالات كلها. مطاعم، فنادق، شركات، مستشفيات، مصانع. زي ما انت حضرتك شايفه كده المقاسات كلها مظبوطه. تمام. مفيش حد فيه حاجه كبيره عليه او حاجه صغيره عليه او كده. ما هي دي على فكره. دي بتاخدوها بايه بقى؟ يعني بخبره؟ بخبره. خبره. صح. تعبت جدا في البطرون اللي عندي. عشان اوصل للمرحله دي ان هو يلبس. يعني عندي الحمد لله مثلا لو سي هنقول مقاس لارج، يلبس لارج ويلبس ميديم ويلبس اكس لارج والاكس لارج هكذا. تمام. دي بتبقى في التصميم. يعني الموضوع دقيق جدا. ان هو يتحط عليه يلبسه، يعني اعمل 3 مقاسات لاي حد، 3 مقاسات هيلبسه كل الاستاف عنده. الا اذا بقى لو في واحد بيك سايز او كده، فده بيبقى له معامله خاصه يعني. ده يعني بيبقوا قليلين، مش كتير يعني. بيبقوا قليلين، ده ليهم محلات متخصصه لمقاساتهم يعني. البيك سايز. بس احنا بنعملها برضو. جميل. طب قولي حضرتك دلوقتي السوق عامل ايه بقى؟ الدنيا هو إيه بالنسبه للسوق اليومين دول؟ الكورونا برضو طبعا مأثرة على السوق شويه. مأثرة شويه، بس الحمد لله احنا بنجتهد. حلو. ولكل مجتهد نصيب. حضرتك يعني دلوقتي مثال مشرف. والخامه ممتازه وشغلك حلو جدا، ليه ما فكرتش في موضوع اللي انت تصدره بقى لدول ثانيه؟ الحمد لله احنا يعتبر بنصدر. يعني انا في السعوديه ناس كتير بتاخد مني. جميل. الحمد لله. في امريكا برضو كذا حد بيتعامل معايا، بيجي ياخدوا شغل. مصر طلعت بره امريكا. الحمد لله. في قطر الحمد لله بنبعت شغل هناك. في دول كتير جدا بيجي. لايه بقى؟ هو فكره تعويم الجنيه جت في مصلحتنا. ده اللي جت في مصلحتنا جدا فوق ما اي حد يتخيل. الحاجه بتاعتنا رخيصه، بقت رخيصه. يعني مثلا لو سي هنقول ان الجاكيت الشيف في السعوديه ب 100 ريال تمام، فهو بياخده هنا ب 100 جنيه. طيب ففي فرق كبير جدا. عايزين تاني بقى. فالنهارده اللي مش هيصدر مش هيكسب. السوق مفتوح. الدول العربيه يا جماعه اللي شايفيننا. الدول العربيه. اللي شايفيننا الدول العربيه مش هتلاقوا فعلا منتج عندكم في كل المميزات زي المنتج ده عندنا، وشوفوا فرق السعر قد ايه كمان، يعني كبير جدا جدا. بيبعتوا فعلا ياخدوا من عندنا، بيبعتوا مصريين من هنا من مصر ياخدوا ويشحنوا الشغل. تمام. المصنع بقى والمكان بتاع حضرتك فين بقى بالظبط بقى؟ احنا في المنصوره. اه في نهايه شارع قناه السويس بجوار مستشفى الاهرام.
المنصوره نهايه شارع قناه السويس بجوار مستشفى الاهرام. بجوار. طب الرقم التليفون اللي يتواصلوا مع حضرتك عليه؟ رقم التليفون 010 14 772 770. تمام. بالنسبه عشان الحلقه اللي يشوفها يبقى الداتا كلها موجوده عندهم. الداتا كلها موجوده. مش هتندموا على فكره لو اتعاملتوا مع الاستاذ محمد، مش هتندموا فعلا يعني. بشكر حضرتك على الفقره دي، وان شاء الله ان شاء الله تبقى معانا فقرات تانية ونشوف الجديد بإذن بقى الله. في موضوع اليونيفورم باذن شكراً الله. شكرا حضرتك. ان شاء الله. شكرا ليك. نطلع فاصل صغير بقى ونرجع نروح فين بقى؟ المطبخ بقى.